Non che sa di me certo. نحن بالعادي كل سنة بنعمل مولة المقدوس. إيه كنا بلادنا قبل نعمل المقدوس نعمل أقل عيلة تعمل لها 50 كيلو 40 كيلو باذنجان مقدوس. إيه هلا بعد هالظروف هاي ونزحنا يعني العيلة الكبيرة دوبها تعمل لها 15 كيلو باذنجان مقدوس من الظروف الصعبة. عم نسلقوا على النايلو وعلى الببوري مشان نمشي حالنا، ومنحط الحجرة لما يطوف المقدوس، إذا طاف المقدوس بينتزع بده يكون متغمر بالماي. إحنا بنستناه هون على النار عبين ما بنخليه يستوي كتير، نص سيان مشان إيش؟ مشان إنه يقيم معنا بالشتوي. بنخليه نهار او نهار ونص ليصفي معانا. بعد ما يصفي بننشره بصدور مشان يتنشف، هم يعني تنشف المي منه لما يحمض معانا بالشتاء. هون بيكون احنا جهزنا التبلي، بنحط حسب يعني استطاعه العيله. ناس بتحط سمسم، ناس بتحط فستق، على حسب يعني. من هاي التبلي بنحط سمسم، فستق، فليفلي، توم، ما بنكتر توم، كمان التوم بيحمض معه. بنحط سنين توم ونقطة زيت مشان نخلطه مع بعضه. بعد ما ينشف المقدوس بنجي بنعبيه، بنحشيه بالتبلي. بعد ما نحشيه ومنجهزه منطبقه بالقطارميز. هون عندنا هذا مطبقينه من قبل، لونه بصير زهري، هلا هذا جديد، هذا هذا بس انه بكره او بعده بصير لون مثل هذا اللون، لونه زهري. هيك بضل بقيم معنا للشتوي. هو اطيب شيء الجوز، الجوز للمقدوس، بس الجوز غالي. احنا يعني عم نشكل سمسم بفستق مشان تمد معانا التبلي. ليش؟ لانه ما بيستطعتنا نشتري تبلي او ومنخفف المقدوس اللي كنا قبل نعبيها، هلا بنحط لها اسم يعني شيء تتاكل معانا. قبل كنا نسوي المقدوس قدام ما ننزح نسويه بزيت أصلي، يعني المقدوس بشكل عام يكون بزيت أصلي. إيه هلق يعني منلاقي إنه يعني حتى زيت العملية ما عمل لحق، يعني ما يعني استطاعتنا نشتري زيت عملي، يعني عم نعمل 15 كيلو باذنجان، يعني حسن عم نكلفنا. لإيش؟ لأنه ظروف صعبة، ظروفنا صعبة كتير بالمخيمات. إيش بيذكرك المقدوس؟ بذكرنا ببلادنا وقهر بلادنا قبل من قهر هلا وقت، كيف عم بعبي هالمقدوس وكيف كنت قبل عبيه واي نوع نحطه.